تعالوا نروح لملعب المباراه مره اخرى ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدير فني النادي الاهلي. مستمرين معاك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل كابتن الكبار وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. فوز مهم جدا في توقيت صعب الحقيقه، ظروف، غيابات، اصابات، لكن كابتن سامي قمصان طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي اللي هنتكلم معاه في هذا الامر. مبروك يا كابتن سامي، الحقيقه ظروف صعبه جدا، ويمكن انا في البدايه ومن اول يوم قلت ربنا يكون في عون الجهاز الفني، عندنا اصابات كتيره جدا ومطالبين بالفوز ومطالبين بالاداء في ظل هذه الظروف. بحييك وبحيي اللعيبه وبارك لكم على المجهود الكبير. حطينا في الاجواء وشايف الجيم النهارده بالنسبه لك يا كابتن. طبعا تحياتي كابتن ايمن وضيوفه. طبعا زي ما انت قلت يمكن فترة مؤقتة الواحد بيشتغل فيها، اول حاجة بفكر فيها ان انا اعمل كل اللي عندي واقصى حاجة ليا الفرقة انا والجهاز اللي موجود معايا الفترة المؤقتة دي. اعتقد بدأنا المباراة بشكل كويس جدا، كان عندنا فرص كتيرة جدا، كان برضو نقدر نحسم المباراة، وده اللي اتكلمنا فيه واتكلمنا فيه بين وشوتين. النشاط اللي زي دي مهمة، لازم 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 تأكدها بالجون التاني. لكن برضو بشكر اللعيبة على الجهد دوت، ان انت بعد ما يدخل فيك جون اعتقد ان الفرصة الوحيدة اللي جت علينا يعني اللي انت ترجع وتحاول ويكون عندك اصرار وربنا يدي لك على قد تعب لحد اخر وقت. فبشكرهم طبعا، لكن ده درس اعتقد يعني لازم نتعلم منه كويس احنا كجهاز ولعيبة، مش كل مرة الامور هتبقى كده يعني، فلازم ان شاء الله نحاول نتكلم اكتر ونعالج الاخطاء اكتر، وان شاء الله ربنا يكرمنا المباراه القادمه باذن الله. مميزات الحياه كابتن سامي قمصان وتحديدا المدير الفني هي التغييرات، التغييرات لما بتصنع الفارق بتكون رؤيه للجهاز الفني. تغيير زياد النهارده حاجه ممتازه جدا، التغييرات كلها كابتن سامي بطريقه ممتازه جدا، فكرت في ايه قبل التغييرات في التوقيت ده كابتن؟ بص هي عموما فلسفه التغييرات بتبقى مرتبطه باداء اللعيب لما بينزل يعني. ممكن تعمل نفس التغييرات ديت وما تدكش مردود، هتقول التغييرات دي وحشه يعني. لكن في الاول والاخر انا كنت عاوز اكسب، فكنت عاوز اعمل كل الحلول الهجوميه اللي عندي. بدات لعبت وليد وبعدين لعبت زياد، وبعد كده خليت وليد على طرف الملعب عنده خبره ويقدر في الثلث الاخيري يقدر يعمل كروس كويس، يقدر يرتد لانه كان بيلعب وقت قليل. زياد برضو عنده المهاره يقدر يعمل في الحاجات التكتل ديت، يقدر يعمل شغل كويس فيها. اعتقد الحمد لله ربنا كللها بالنجاح يعني وبالجون، فالحمد لله طبعا تغيير التوفيق من عند ربنا. لكن اتمنى ان شاء الله المباراه القادمه بالنسبه لنا تحدي كبير وبطوله كبيره، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستفاد من الاخطاء ديت وربنا يكرم ان شاء الله نقدر نعدي المباراه ان شاء الله بشكل كويس. امر بيبقى مزعج جدا للجهاز الفني لما بنشوف عدد كبير من الاصابات يا كابتن سامي، تحضر ازاي لهذا الامر لان عندنا مباراه كاس، مباراه لابد ان تكسب فيها لان هي نوك اوت، لابد يكون فيها تركيز كبير جدا. كابتن سامي هيتعامل ازاي مع القائمه الكبيره جدا من الغيابات؟ انا عارف ان ممكن عدد من اللعيبه ترجع لنا قبل المباراه، لكن هتتعامل ازاي مع مباراه بيراميدز القادمه كابتن؟ هتتعامل اللي انا عندي ثقه في كل اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره النهارده، بتشوف النهارده زياد النهارده بيشارك في ظروف صعبه ويؤدي، لازم تديله الثقه. كريم وحيد لازم تديهم الثقه ولازم تستمر وتبقى في ظهرهم، فانا عندي ثقه كبيره في ربنا وفي كل اللعيبه الموجوده والمتاحه. ما بحبش دايما اقول اعذار لان لعيبه النادي الاهلي عنده مسؤوليه ومقدر يعني ايه تيشيرت النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، فان شاء الله هنشتغل بالمتاح بس في الاول والاخر ان شاء الله اتمنى ان شاء الله التوفيق من ربنا باذن الله. سامي على ذكر الجمهور وتحفيزه ومساندته الدائمه الحقيقه، منتظرينهم كمان في المباراه القادمه لان النادي الاهلي محتاج جمهور بشكل كبير جدا في المرحله دي يا كابتن. طبعا دايما بقول ودايما بكررها، جمهور النادي الاهلي هو القوه اللي احنا بنستمد منها قوتنا وتدينا الثقه وتدينا دفعه قويه. يمكن النهارده اصرارهم لحد اخر وقت هم شجعونا ويدوا دفعه للعيبه ويدوا دفعه للجهاز، اعتقد بحاجه كبيره جدا لينا ومقدرين التعب ده وجهد ده، لكن محتاجين اكتر واكتر. ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله يكون جمهور النادي الاهلي يدينا دعم كويس ويساندنا بشكل كويس، ان شاء الله نقدر نساعدهم باذن الله. شكرا شكرا. بنشكر الكابتن سامي قمصان المدير الفني لفريق النادي الاهلي في هذه الظروف الصعبه وفكره وادارته الفنيه الممتازه والرائعه وتحضيره كمان قبل المباراه. اتكلمنا على التحضير لان الظروف كانت صعبه جدا في ظل الغيابات العديده. يا رب ان شاء الله يوفق النادي الاهلي في مباراته القادمه مباراه بيراميدز بالجهد والاصرار والشخصيه والعزيمه، ان شاء الله نقدر ان احنا نتخطى كل المباريات مع ايضا كمان جمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي لكل فريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.